أهلا بكم. حتى 7 حزيران تستمر التعبئة العامة مع العودة إلى المراحل التي كان قد أقرها المجلس الأعلى للدفاع لعودة الدورة الاقتصادية للبلاد، إلا أن التحذير من الإقفال التام مجددا يبقى موجودا في حال عدم التزام المواطنين وبحسب الأرقام اليومية للمصابين. ما هي حقيقة تفشي فيروس الكورونا وما هي الخطوات المقبلة التي قد تتخذها الحكومة وعودة المغتربين اللبنانيين والواقع الاستشفائي والطبي في لبنان؟ محاور أبحاثها اليوم مع ضيفي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وعضو لجنة التدابير الوقائية لتفشي فيروس كورونا دكتور وليد خوري. أهلا وسهلا فيك. شكرا دكتور. يعني شفنا بعد إقفال 4 أيام توقعت الناس أن نرجع شوي شوي تدريجيا، عدنا إلى المراحل اللي كان أقر قبل مجلس صحيح. الأعلى الدفاع وفق عليه الحكومة. شوي الناس ضاعت أنه كيف كنا رايحين على إقفال فجأة فتحنا البلد، وبعده امبارح رئيس الحكومه بيقول انا كمان احتمال ارجع اروح على اقفال مره ثانيه. صراحه نحن هذيك الجمعه كنا بوضع مختلف عن هالجمعه، هذيك الجمعه كان في خطر كثير كبير بتفشي اكبر، لانه مثل ما شفنا الناس كلها كانت شوي معتبره انه صفرت الاعداد، بطل في عنا حالات، بقى خلصت الكورونا. الكورونا ما حتخلص قبل سنه على القليله، يعني لازم حدا لازم يعرف العالم لازم يكون واقع معه. وبدنا نعيش معه، يعني ما في حل، وبدنا نكون عنا اقتصاد ويكون عنا اشغال ويكون عنا ناس عم تروح عم تجي. يعني بالاخر الخطر اللي كان صار هديك الجمعه اذا انترك وفتحنا المراحل مثل ما كنا ناويين مثل ما هلا فتحنا، يعني وبدون تدابير مشدده كان في خطر. من هيك اعطينا حالنا 4 ايام والحكومه اعطت حالها 4 ايام لدق نقوص الخطر. واذا بتنتبهوا رئيس الدياب كل يوم بكل مناسبة بيحكي بهالموضوع وبيحذر، وزير الصحة كمان ما عم بيقصر، وهيدا اللي خلى نوعا ما يكون عنا 4 أيام فرصة لوزارة الداخلية وللأجهزة الأمنية وللناس اللي عم تراقب التدابير مثل ما لازم، وزارة العمل تقدر تأسس لشيء مستدام. يعني نحن كنا حكينا كل القصة وكنا ماشيين مع المراحل، بس الأربع أيام فادت كتير لأنه صار في عنا شيء. أهم شيء هو التريسينج اللي هو بنلحق الناس اللي هن معرضين أو مختلطين. هيدي ما كانت تصير مثل ما كان أمنيا، إذا بدك يعني بلديات كانت عم تجرب تساعد، صليب الأحمر كمان عم بيساعد، بس كانوا ينحجروا ببيوتهم العالم. حجر البيت اذا كان ما حدا عم يراقبه بطل حجر بيت، وهيك صار وشفنا حالات تفلت كتير تماما. يعني في ناس معتبرين انه ايه ما بني شيء عم بروح بمشي، بهالوقت بكون عدي شيء 30 واحد. هيك صار معنا حوادث، يعني تتبعناهم وبين انه عدم الالتزام بحجر المنزل. كانت القصة العسكريين كان الخوف من اللي مثلاً صارت أكيد بالمناطق بعكار. اكيد يعني كل شخص عنده احتكاك مع كتير عالم بنطاق عمله او بشكل خطر اذا كان هو معدي، يعني هون وهو يمكن ما بو شيء بس ما بحس ما بيعرف. صحيح، ما عليه هيدي العوارض. نحن بهالفتره هاي فاذا هذيك الاربع ايام قدرنا ناسس لموضوع لجنه كورونا، حكيت فيها كثير وصار في اجتماع مع وزير الداخليه مع اللجنه، وتعهدوا طبعا الاجهزه الامنيه كلها انه بمتابعه كل شخص بيجي. ونحن ما تنسي عندنا كمان الناس اللي عم بيجوا من برا يلي هن بالفتره قبل العيد هلا رح يكونوا 12,000 مغترب جايين بكذا طيارة من كذا بلد، ما بنعرف مين منصاب، وعم نشوف أغلبية اللي منصابين هلأ اللي عم بيطلعوا في نصهم على القليل جايين من برا. وهذا كله ونحن وصلنا لمرحلة الصفر، بس رجعنا مع عودة المغتربين رجعنا طلعنا هاي الطلعة، بس كمان ما فينا ما نجيب المغتربين وما فينا ما نفتح البلد. يعني هذا الديلام هذا منه هين، صح، وقرار حكومي صعب. هون التحدي اذا الحكومه قادره تتخطى او لا. بس انا بقول لك التحدي الكبير عند الانسان اللبناني، عند المواطن يلي هو بده يعرف حاله انه هو في زيد الارقام وهو في خفضها. خفضها قبل وقدرنا نوصل للصفر، صح، بس بدنا نكفي بهالوتيره، ما فينا نضلنا ايه خلص مشي الحال، الحكومه قالت افتحوا خلصت. لا، ما خلصت. طيب لما حكيتوا مع وزير الداخلية، يعني اليوم رحنا على المراحل اللي كانت قبل قرارها مجلس أعلى الدفاع وافقت عليه الحكومة، هل في قدرة أمنية أو عند البلديات أو الجهات المعنية أنه فعلا يتم مراقبة المراحل حسب أساسا؟ إذا بنتكل فقط على وعي المواطن صحيح ساعتها من هيك نحن بأول فترة، يعني أول المراحل أعددنا
جهاز موازي إذا بدك للمراقبة يلي هني بتعرفي بالدولة يعني مثلا وزارة الاقتصاد عندها مراقب مشان السوبر ماركت مشان كذا بالكاد عندهم أرقام عم بيطلبوا ناس هلأ متطوعين. نحن طلبنا متطوعين من أول نهار بس فتحنا المراحل وكان هون في تعاون كبير مع وزارة العمل لأنه وزارة الاقتصاد كمان لأنه هني بدهم كل إطار عمل بده هو يحط كريتيريا لعمله ان كان الافران ان كان السوبر ماركت ان كان تعرف فيها الديستانسينج وهال كل شخص كل حاله عمل انعملت بوزاره العمل ينحط كرايتيريا لكل نطاق معايير محدده معايير هيدي المعايير ما فينا نتكل على الشخص بس صاحب العمل يعني بدنا نجيب حدا يراقبه هلا في طبعا البلديات بس قديش عند البلديات حسب المراكز في بلديه بيروت اكيد عندها كثير بلديات بالمناطق صح ما عندها كثير يمكن عنده شرطه او شرطيين ثلاثه يعني 10 حسب اذا كان بلديه نوعا ما كبيره بقى مش كافي يلي قدرنا نعمله انه جبنا تقريبا شيء 1500 متطوع بوزاره العمل دربوا عن يد الصليب الاحمر اللبناني وقدرنا نوجههم وراح نوجههم هلا على المناطق بطريقه كثير رائقه يعني لائقه مع ينبهوا اذا في اغلاط معينه معموله بالمراكز ان كان بالمحلات ان كان بالريستورانات ان كان بالبلاجات هلا يعني شو عندهم صلاحيه يعني بيقدروا يعملوا مظبوطه ولا بس مراقبه لا مراقبه اول شيء بنعرف شو القصه وراح يبلغوا البلديات وطبعا اذا كان معهم شرطه بلدي بيكون في وضع مظبوطه بس الهدف مش هيك توعي. الهدف توعيه اكثر المجتمع كله يتشارك لانه ما فينا نتكل بس انه قرارات من الحكومه او من المجلس الاعلى يعني مش كافي بدك الناس هي تتعاون وتعرف حالها انه اذا ما تعاون يعني اذا صار في خطر وهذا الخطر التفشي دغري بصير شفنا شو صار بضيعه بعكار دغري صحيح يعني ما بدها هالقد اذا ما انتبهنا يعني الخطر هو هيدا سرعه التفشي بيصير بالفيروس ونحن بعدنا هلا بالاحتواء بالمرض يعني بعد ما وصلنا لمحل تفشي من هيك بعد الاجهزه الامنيه او الاجهزه الوقائيه عم تقدر تعمل شغلها بترصد العالم ونعرف ونلحق المحيطين بالشخص المنصاب هي اصعب شيء يعني هي بدها تحكي هي عم تقوم فيها هلا وزاره الصحه رح ارجع احكي فيها بس دكتور هلا يعني نحن اليوم عدنا الى المراحل السابقه رئيس الحكومه قال ممكن ترجع للاقفال نحن هلا بمرحله الثالثه نحن هلا شو يعني اللي بخلي الحكومه ترجع وتسكر البلد حاليا اعداد المصابين اول شيء عدم الالتزام يلي يعني اعداد يعني قد ايه لما نرجع نشوف مثلا يوميا 20 30 40 حاله لنكون صريحين لازم يكون نحن مسافرين تنكون نرجع على طبيعة نوعا ما مقبولة بطبعا social distancing يعني كل المعايير لازم تكفي مثل ما قلت لك بدها سنة القصة بس تنكون مرتاحين لازم نسفر على جمعتين يعني يكون صفر على جمعتين تنقول نحن هلا ما بقى في مرض كورونا الا الناس اللي عم يجوا من بريت البلد المغتربين لانه ما عاد في بقى حدا يكون يعدي من جوات البلد هيدي شغلة كتير مهمة واساسية هون بيجي التحدي بموضوع المغتربين أكيد. لأنه إذا وصلنا للصفر يمكن ما بقى في عنا ممكن يرجع يفوت الفيروس على البلد إلا عبر إيه بس المغتربين إذا مثل ما ماشيين إحنا من أهم بلاد بالعالم أكد لك يعني عملنا هالسيستم للمغتربين يلي ما حدا عمله بعد ماني شايف كتير ناس عاملين هالقد بتفاصيلها يعني وهذا شيء مفيد لأنه بالآخر إذا بقينا صفر على جمعتين مثل ما قلت لك بنقدر نجيب المغتربين بنحط وقتنا كل الشغل على المغتربين ومراقبتهم وحجرهم الحجر هون نحن اخذنا قرار انه كل مغترب بيجي بوزيتيف هذا ما بينحجر ببيته لانه من ورا اللي صار معنا بيروح دغري على المستشفى عظيم بيروح دغري على المستشفى وبيراقب متى تبلش العمل بهيدا القرار؟ من جمعة إيه؟ كل مغترب مصاب بفوت على المستشفى بفوت على حتى المستشفى. لو ما كان عنده عوارض خلينا استثناء لانه بتعرفي التليفونات والزعامات وكل واحد بيكون حتى يعني شخص عنده قصر مثلا في 30 غرفة يعني هيك أوكي. امور اوكي هيدا خلينا له شوي ينبحث فيها هامش بس كيف هامش رح يكون في لجنه من وزاره الصحه من الصليب الاحمر من نقابه المرضى ونقابه الاسيتان سوسيال الشؤون الاجتماعيه يعني يروحوا يكشفوا على البيت يشوفوا وضعه يشوفوا اذا مزبوط في عزل
يعني كل هالتفاصيل يلي بده يعمل واسطه، بده يعمل واسطه مع الخمسه اكيد، يعني بده يكون في شيء يعني تساعتها ينقال للحكيم المعالج انه اساسا بيكون يوافق يخليه يفل من المستشفى. يعني هيدي ما كانت تصير، هيدي كان واحد يجي بي سي ار بوزيتيف، ايه انا عندي بيتي فيني اروح عليه انحجر، ما حدا يعني ما حدا يكشف، ما حدا يعرف، نبلغ البلديه، البلديه شيء تروح شيء ما تروح، صح. هيك صار في تفلت. هلا هالمرة قدرنا نوعا ما، هيدي هي هيدي النقلة هون بهالقصة، خلص صارت مضبوطة، ومثل ما قلت لك وزارة الداخلية دخلت على الخط، صار في يعني شغلة مهمة. صحيح. طيب اليوم عم بيقول وزير الصحة انه وصلنا للي كنا عم نحكي فيه، استراتيجية التقصي المبكر للحالات عبر الفحوصات العشوائية اللي عم بتصير بالمناطق، كثير مهمة، بتبين فيها الحالات، عم بتروح وزارة الصحة وبتعمل هيدي الفحوصات. صحيح. قد ايه هيدي الفحوصات، يعني عم نعمل فحص ل 100 بينما يمكن بالضيعة في 500، قد ايه كمان هون عندنا هذه المشكلة؟ مشكلة كمان التعامل مع الناس، يعني صعب كثير تجي تقول للشخص اللي ما بو شيء تعمل، شفناها بعكار ما حدا حب يعمل بي سي ار، يعني رايحين تيعملوا 500 جامعة من الجامعات وبلاش، يعني رايحين يعملوا 500 بالضيعة زيتها، طلعوا ب 127 ما قبلوا، ما قبلوا، يعني هون المشكلة يعني بعدها. صحيح. والشيخ حكي والرئيس بلدي كلهم يعني ما قدروا، بعدنا عندنا عقلية منا هيك، تبين بالآخر أنه في 7-8 حالات من هالناس. يعني كثير مهم عشوائية الفحوصات تنقدر نعرف نوعا ما وين في كتير او وين في قليل، يلي بعدها ما عم تبين كتير. يعني احنا بعدنا منيح، من هيك عم بقول احنا فينا نخلص حالنا ونخلص بلدنا ونخلص ناسنا اذا بس شوية التزام من الناس، من الاعمال بس تفتح، كل هالامور هيدي مساعدة يعني من العالم، يعرفوا حالهم ما يقربوا على بعضهم، يعني هين كتير يعني تنقدر نحد من من الوباء، هينة شوية غسيل ايدين، كمامة اساسية، وديستنسينج، يعني ما بدها كثير بس المهم وعي، وعي بس انه ما ينسى حاله الواحد، بس متكلين على على وعي المواطن اذا بيكمل او لا. اليوم 7 حالات، ايه اذا بينا هيك موضوع نوعا ما مقبول الارقام، نحن كنا صفر يعني كان احسن اذا بدك. هلا فيني اقول هو ما بعرف قديش منهم، ما صار لي اطلع يعني قديش منهم جايين من برا، بس كل يوم عم بيكون تقريبا نص بنص يعني اللي جاي من برا. طيب. نحن اليوم بالعودة لموضوع المغتربين عم نحكي عن فوق 10,000 مغترب. نعم. بهيدي المرحلة وقبلهم غير. هلا في ناس عاملين بي سي ار انه جايين يعني. اوكي، غير طبعًا. موضوع البي سي ار، اليوم إذا قلنا إنه كل اللي عنده عم بيكون بوزيتيف عم بيروح على المستشفى، وحتى النيجاتيف بده يحجر نفسه ببيته. أكيد. هي كمان هيدي صح. هيدي أخطر. لأنه يلي ما بو شيء أبداً. وما حس بشيء وعارف حاله عنده بي سي ار نيجاتيف، البيت اللي بده يقعد فيه هون اللعبه، هون الشيء يعني عنده قد ما كان في عنده اهله يعني مع عائلته، بالفعل لازم ينحجر، ما فينا نقول انه وعم بقول لك انا البي سي ار نيجاتيف، يعني انا هي الخطورة. هي الخطوره من هيك كمان احنا هون بدنا نراقبه انه كيف عم ينحجر مع البلديات ومع الأجهزة الأمنية تنشوف إذا مزبوط حجره مزبوط. منا أكيد عم يرجع يتابع معه، يرجع يعيدوا له الفحص مثلا، ما كان عم يتابع معه. هلأ رح يصير يتابع معه ولازم يعمل فحص بعد 14 يوم من حجره، إذا كان نيجاتيف أوكي نيجاتيف. ليش عم نقول هيك؟ مؤخرا جد معنا ست جاي من السفر نيجاتيف وعامل البي سي آر كانت نيجاتيف قبل ما تجي، وقعدت 14 يوم، باليوم 12 او 13 بلشت تحس برشح. اوكي، محجوره حجره حالها، بلشت تحس برشح، بين معها بي سي ار بوزيتيف. رجعنا هلا عن جديد مستشفى وحجر مزبوط، بس تقول لك انه ال 14 يوم اساسيه. يعني دكتور فينا نقول نحن يعني ما ببين اذا عنده الكورونا من اول مره؟ لا، انه علما انه هي محجوره، يعني يفترض انه لقط الفيروس لما انعمل لها اول مره، اكيد لقط الفيروس من قبل، بس اخذ 14 13 يوم تبين العوامل يعني الرشح او شيء من هالنوع. بس حتى بالتست ما بين ابدا ما قبل ما تجي. يعني يمكن اخذته من المطار مش محل هي وجاي، ما عملت التست يمكن رجعت لقطته. ايه هلا طب ليه بننطر 14 يوم لنعمل بي سي ار، ما بننطر مثلا بعد اسبوع من عيده؟ لانه هيدي مثل ما فسرت لك الست اللي صار معها بعد 13 يوم. يعني ممكن عيده بعد اسبوع يطلع كمان نيجاتيف. اكيد نيجاتيف، يمكن يكون نيجاتيف، هلا يمكن يكون بوزيتيف مزبوط، بس انه عندها هي اكيد بوزيتيف، عندها هي اكيد كان بوزيتيف، لانه بوزيتيف بس مش حاسه بشيء، ما في عوارض. طيب هول اللي عم يوصلوا تنعتبر مصابين،
مثل ما حضرتك هلا قلت انه اكثريتهم عم بيروحوا على مستشفيات وممنوع بقى حجرهم الا بحاله مستشفيات حكوميه اكثر شيء. عظيم. قد ايه عندنا او الخاصه اذا هن بدهم يعني قد ايه عندنا بعد قدره، لانه عم نقول عم يجي 10000 مغترب، قد ايه عندنا قدره من بيناتهم انه يكون هذه المستشفيات تساع؟ ليك لهلا عم تساع يعني هلا ما في كثير عنا عالم، يعني تقريبا مستشفى يمكن الحريري وبعض المستشفيات الخاصه في شيء 40-45 مريض قاعد بمستشفى عم يتلقى بوزيتيف علاج او مراقبه، يعني حتى المراقبه. هلا نحن اذا شفنا انه في حدا بالفعل يعني كل عنده بيت ممكن يكون في حجر وممكن يكون في ناس تهتم وتعرف مد يعني ومراقب، لا في روح على بيته يعني ما بدنا نحصر الناس احنا بالمستشفى اذا مش عايزين نعمل لهم علاجات، يمكن ما بدهم علاج. يعني بتعرفي 85% من الناس اللي بينصابوا ما بهم شيء وما بدهم حتى بياخذوا بانادول، ما في شيء يعني. من هيك انه كمان نعبي المستشفيات من هيك عالم مش كثير، يمكن على القليل تنتاكد عم نحطه بالمستشفى الحكومي تنتاكد انه بيته ممكن يكون ينعزل مع كل الضوابط يعني. هودي عم بيكون يعني هلا بنقول نحن كل المصابين هن بمستشفيات ولا نعم. الا الحالات اللي حكيت عنها المصابين لا لانه باول فتره حكى انه اللي عم بيكون مصاب ومنه بحاجه لعلاج عم بيروح على بيته. صحيح هن هيك عم بيصير هلا المصابين عم بحكيك اللوكل مش عم بحكي المغتربين. اوكي المغتربين لا حكومه مستشفى حكومي على القليل تنشوف قصته وين بيته كيف بيقعد يعني كل هالامور. والمصاب اللي انكشف عن مثلا امبارحه كشفنا في بنغلاديشي يمكن شيء 15 شخص منصابين. طيب هو جماعه عم بيروحوا اشغال عم بيعملوا اشياء يعني ما هيك موزعين بمؤسسات يعني هيدي اخطر شيء اصعب شيء لوزاره الصحه التريسينج بدنا نقعد نبرم عليهم كلهم شو شافوا يعني يمكن كل واحد بده حوالي 200 فحص صح تنشوف هودي الجماعه لانه ما فينا نحشرهم بمحل حطوا كلهم بمستشفى بيروت الحكومه يعني هلا حجر صحي يمكن ما بهم شيء بس انه ما فيك تخليهم بمحل مثل ما كانوا قاعدين يعني ببنايه اللي قاعدين فيها. هيدي الحالات كيف يتم التعاطي معها؟ يعني مشكله عمال الاجانب اللي بيقعدوا بكثره بقلب بشقه وحده يمكن واحد منهم ويمكن ما يكون عنده عوارض مزبوط وهيك صار هو لو ما واحد منهم حس بشويه هيدا وراح على حسابه عمل فحص هو على حسابه تبين انه كلهم مضروبين يعني يمكن صح. مش هو اللي عاديهم يعني حدا ثاني منهم عادي ما يعني القضيه ايه مثل ما عم تفضل تحكي يعني بمراكز اكتظاظ السكاني شغله خطره كثير ما بخبرك عن النازحين السوريين او صح. المخيمات الفلسطينيه يعني هون عندنا مشكله كبيره تجربه مخيم الجليل نوعا ما كانت ناجحه مقبوله لانه دغري اتاخذت وصار في استنفار كثير كبير من وزاره الصحه والمنظمات اللي بتدعم يعني انروا وهيك تا يهتموا. طيب هلا دكتور لما نفتح البلد ونشوف يعني هلا قبل شوي كنت عم فرجيك على صور اليوم على البحوره وبالبيسينات وغيرها، قد ايه موضوع قصه التريسينج فينا نحددها؟ يعني راح على البيسين شاف ناس من غير مناطق ما بيعرف اسمهم ولا بيعرف هويتهم ولا مره شايفهم. هي هيدي الخطوره صراحه ونحن كنا اذا بتتذكري عاملين فتح المسابح خامس مرحله. هلا نحكى انه بالاخر مسابح فيها كلور وفيها يعني في ضوابط ونقيب المسابح كمان كثير انه اعتبر انه بيقدروا يكونوا عندهم كل الترتيبات اللازمه وعم نشوف يعني عم يشتغلوا مظبوط. بس ما في شك انه احتكاك موجود محل ما كان بالمصنع في احتكاك يعني بالاخر رجعنا على القصه اللي حكيتك اياها اذا ما اتكلنا على المواطن هو يكون عنده وعي انه بس يشوف حدا تاني مثلا له خليك بعيد مثلا او وين الماسك او يعني امور من هالنوع تعقيم وغسل ايدي تعقيم ايه انه ما في غير حل يعني ما عندنا حل. طيب هلا هيدي الاجراءات بتصير في اجتماعات تقييميه على اساسها لنشوف هي ناجحه هي بنكفي فيها بنرجعها ولا صحيح من هيك نحن ناطرينها اخر هالجمعه هلا بكره عندنا اجتماع نوعا ما بيكون مبين اكثر رصد من البلديات من المتطوعين اللي قلت لك عنهم نعرف مزبوط اذا في التزام عند العالم ومن الصحفيين ومن الاعلام يعني يبين مثل ما مبين اذا لا يمكن تمتد المرحله الثالثه يعني نضلنا مثل ما نحن هلا نزيدها واذا شفنا انه الارقام عم تكبر كثير يمكن ثلاث اربع ايام الجايه بعد لا ساعتها يمكن نرجع ينعمل لوك داون. يعني مشكلتك انه كله موقف على شو عم بصير كان عندنا 30 حاله قبل يعني عرفتي صار عم بيتزايد استطرادا صح وما فينا نلحق للتريسينج ولا التستينج يعني صار القصه
خطره اذا ما صير الضوابط. الضوابط صارت امنيا والاجهزه كلهم هلا والبلديات فهموا وان شاء الله تكون ماشيين على الطريق المضبوط. يعني بالاخر ما فيك تضلك مسكر البلد 3 اشهر يعني او سنه، احنا رايحين على سنه. سنه من هلا انا رايي ايه كرمال لا سنه على القليله انتباه. لانه بالاخر لكن لقينا الفاكسين، قبل ما نلاقي الفاكسين ما فينا نحكي عن شيء بالمبدا. يعني بالمبدا طيب. عم نعرف الفاكسين كمان اذا اذا حيكون بالخريف، يعني تبين انه هلا مثلا الناس اللي اكلينا اللي صار معهم كورونا 10 ل 15% بيعملوا انتيجين، يعني عندهم مناعه. البقوة يمكن بدهم وقت يعملوها او شيء، يعني ما شغله هذا بيقول انه اللي لقت الكورونا في احتمال يرجع لقطها مرة ثانية. تماما، وعم بتصير يعني بالصين قايلين في كم حالة ناس عندهم اياها. هلا هل يا ترى رجعوا اخذوا كورونا عن جديد او هن جواتهم بعدها ما كانت مخفية رجعت تبينت عن جديد؟ هون السؤال يعني بعدنا بمرحلة دراسات. اللي عم بقول لك اياه انه عندنا سنة انتباه من الناس، لازم يعرفوا ينتبهوا. عوايد جديدة، عوايد جديدة، ما بقى فينا نفوت على البيت غير ما نشيل البوط او صح. يعني الصباط او نعمل نكون عندهم يكون في سانيتايزر على السجادة تنفوت، وهيك امور بدنا نعملها مع الكل وبنغير عاداتنا اللبنانية، التبويس والسلامات والزيارات والواجبات يعني بالاخر ايه انه بنضلنا نشوف بعضنا، بس في اشياء على القليلة هالسنة مرق هلا صحيح. ما فينا نقعد سنة ما نشوف أهلنا وأولادنا، بس بكل الحالات بدنا ناخد هذه الاحتياطات. فينا نقول اليوم نحن بمرحلة هيدي اللي عم بتصير حاليا مرحلة تجريبية، إنه إذا فتحنا البلد شو ممكن يصير وبعدين نرجع منقيم. فيك تقولي هيك إيه، يعني نحن مش عم نجرب هلا، نحن عارفين شو عم نعمل كل خطوة وكل مصلحة، عارفين شو لازم تفتح وكيف لازم تفتح يعني. وهذا عمل جبار، بقول لك إنه بكل نقابات ساعدتنا بكل يعني الاعمال كل قطاع بقطاعه حد شو لازم يكون عنده هو وكيف بده يخفف من موظفينه. يعني في كثير امور عم تصير بشكل دوري وجدي، وفي مراقبه صار من الدوله كثير قويه. متاملين نحن انه مثل ما بدنا ماشيين، نحن بين الاول بالعالم يعني، معلش لازم حدا لبناني لازم نوعا ما يحس انه لا عامل شيء هون كانجاز مجتمعي. كيف فينا نكفي؟ هون السؤال. عم تقولي تجريبية، ما أنا تجريبية، نحن عارفين شو وين واصلين، بس كل ما يصير في بيك بدنا نرجع نكسره، نرجع نروح على الإقفال أبدا. يعني يمكن لما كنا مسكرين البلد والكل مضبوطين وقدرنا حصرناها، يعني هلأ فينا نقول إذا بدك التحدي الأكبر للحكومة وللأجهزة قدامهم بموضوع البلد عادة الحياة مثل ما هي. هلا شغلة منيحة، ما بعرف يعني ما بدي أقول إذا منيحة أو مش منيحة، بس شغلة إذا بدك بتخفف نوعا ما وطأة الاختلاط هي المدارس. لأنه عندي كيف ما كان يعني شي مليون تلميذ بكل لبنان عم بيجتمعوا مع بعضهم وعم بيرجعوا بروحوا بيوتهم. هي كان خلنا خوف كبير نحن. مش إنه ضدها انه تفتح، بالعكس احنا كنا رح نفتح المدارس، بس الشيء اللي صار هذيك الجمعه خلص يعني خلينا نخفف وتيره الانفتاح. يبدو انه هاي الحادثه بعكر كثير خلت اجراءات تتغير، يعني موضوع بسيطة. المدرسه، موضوع حتى اللي حكينا عنها بقصه اعاده الاقفال رب ضاره نافعه بيقولوا. ما هيك يعني يمكن تكون هيدي إشارة إنه يمكن بكرة بالمدارس وبالجامعات يصير في تفشي أكبر بكثير، والتفشي الخطر فيه هون إنه بيروح على البيوت وبتفشى بالبيوت وبصفق، ما فينا نلحق الأجهزة وزارة الصحة ما فيها تلحق التريسينج اللي عم بحكيك عنه. نحن اللي خلينا هلأ مثل ما نحن إنه عم نلحق الناس اللي منصابة واللي حواليهم، عم نلحق إصابة إصابتين 10 أوكي، بس يكونوا 100 صح و500 خلص خلص بتصير صعبة، ويمكن حتى بغير فاز ميتيجيشن بسموها، انه فاز ما بقى فيك تلحقي. امبارحة عم بسمع انا بروسيا في 10,000 بنهار مزبط. خلص ما بقى فيهم يلحقوا، برازيل كمان عم بيكون في ما بقى فيهم يلحقوا خلص. دكتور رح ياخذ فاصل علينا قصير ونعود بعدها للمتابعة. فاصل ونعود.
رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وعضو اللجنة الوقائية لتفشي فيروس كورونا. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا. مرة جديدة اليوم ما صحت أنه إحنا كمان من خلال إقفار رايحين على ما يسمى مناعة القطيع، هيك شوي شوي بيتفشى بصير عندنا المناعة. نحن مناعة القطيع بده يكون في عنا كتير إصابات تنكون بلش مناعة القطيع، يعني الفيروس بعده هلأ ما عم بيتحرك عنا بمجتمعنا اللبناني، منه ماشي مثل ما تيعمل مناعة القطيع. تتعمل مناعة القطيع لازم يكون 70% من الأشخاص أصيبوا بالفيروس، 70% من عدد منا قليلة يعني، يعني أصيبوا 85% منهم رح يكونوا ما بهم شيء ومنهم عارفين حالهم يمكن، بعد ما وصلنا أبدا لهيك. هلأ نحن ما في شك أكيد عنا أكثر من 900 إصابة، يمكن عنا نحن شيء 3 مرات أو 4 مرات أو 5 مرات، في ناس بيقولوا 10 مرات أكثر، مش عم بحكي عن لبنان، بحكي بالعالم. أنه بس يكون في إصابات يعني منا هالقد حقيقية الأرقام اللي عم نسمعها كل يوم. بلا هي حقيقية إذا بدك تعتبري أنه كل واحد عم ينفحص عم تستعب، بس يمكن في ناس مش معملهم تستات، مر عليهم فيروس ما حسوا بشي وفل الفيروس من عندهم، بس هون وقف عندهم مثلا أو عادي غيرهم كمان ما عملوا شي. تقريبا بيقولوا أنه بالعالم يعني يمكن 10 مرات أكثر من الفحص اللي عنا، يعني عنا 900 يعني عنا 9000 بلبنان، وهي باي ذا واي مش شي كتير كبير يعني على 6 ملايين شخص إذا بتحكي مزبوط، بس هاو الجماعة ما عم بيعملوا عوارض أساسية تتخليهم يروحوا يعملوا على مستشفى. لا، إذا واحد عنده بنيمونيا أو عنده مشكلة كبيرة لازم يروح على مستشفى أو حكيم يشوفه، ونحن الحكمة والجهاز الطبي كله بيعرف إنه كل واحد عنده سعدة أو عنده شيء بنفكر كورونا، بطلنا نفكر ألرجي أو شيء، كورونا خلص تنشله البي سي آر إذا كان نيجاتيف أوكي هذا شيء تاني. ما عم نشوف هالأعداد يلي مصابين، فإذا أو هذا الفيروس مشي وما عم يعمل عوارض واوكي هيدا ساعتها بخليه بتفوت بمناعة القطيع، بس ما عندنا هالاعداد الكبيره تخلينا نوصل ل 70% من الشعب اللبناني مصيب. هو الخوف من العدد الكبير هي بس قدره المستشفيات انه تبطل تستوعب مثل ما صار باوروبا. اكيد كارثه. بس تعطيكي مثل صغير، نحن بلبنان اذا ما اخذنا قرار سريع باول 10 ايام نسكر المدارس وبعدين المطاعم وبعدين وقف السفر، هيدي الفكره في حدا عمل دراسة على الموضوع، كان فينا نكون بعد 30 يوم بعد باردون 90 يوم يكون عنا نحن تقريبا شي 10,000 مصاب موت. هالقد يعني لو ما رحنا على هيدي الإجراءات لو ما بلشنا بكير. إذا في حدا عمل دراسة إذا بعد 30 يوم بلشنا كنا مثل ما عملوا بفرنسا أو بإيطاليا أو بأوروبا كانت كمان زادت أكثر الأرقام الوفاة بشكل كتير خطر. يعني نحن لأنه عملنا بكير خففنا على حالنا وبتشوفي هلأ عندنا 25 متوفي يعني اللي هني صحيح، والأعداد حتى الموجودين بالمستشفى عم بيكونوا قليل ونسبة الشفاء عم بتكون كبيرة تماما. طيب دكتور، من ضمن الإجراءات اللي اتخذت حاليا موضوع قصة اللي حكيت عنها كتير، موضوع البيسينات اليوم سمحوا بالبيسينات ولكن منعوها بمي البحر، وهذا كمان أخذ نوع من الجدل. مثل ما قلت لك نحن كان اخر شيء بسينات لازم تنبي اوكي، هلا مش الحال لانه تعهدوا لاصحاب المسابح انه ما يخلوا الناس تروح على البحر البحر. ليش الخوف من البحر؟ البحر مشكلتك انه اكتشفوا بمحلات بفرنسا بالسين انه في بقايا فيروس موجودين على السين بالسين، ليش اكتشفوا بعدين انه هيدي من المجارير اللي بتنزل، فاذا كل شخص مصاب ببيته بالحمام او شيء عم بينزل هالفيروس بالمجاري تيوصل على المجرير. أو نحن بنعرف كلنا بلبنان في مجرير يعني بالبحر. بالبحر هلا هون صار في اوبشن اثنين، يعني في ناس بيقولوا انه ايه فاذا بالبحر في فيروس، وهذا شيء ماني اكيد منه، انا ما بعرف اذا حدا من الزملاء اكيد منه. وما عمل ما نجرب يتخذ ميه البحر. انا مثل ما عرفت كمان انه مجلس البحوث دكتور حمزه عمل هن عندهم باخره تبرم على الشط اللبناني كله بتاخذ عينات، حسب ما فهمت انا وعرفت من حدا بيعرف يعني انه هو بيقول لا انه ما في شيء بالبحر اللبناني بيقول انه لانه المصب تبع المجارير اغلبيتها باول بالبحر يعني اول امتار يعني هي بينزل فيها الاولاد اجمالا، وهيك اذا فرضا في فيروس بصير خطر، بس ما انا اكيدين انه في فيروس، لانه الارجح يكون حتى اذا المجارير فيها فيروس بيكون هذا ميت ومتحلل وفي بقايا منه، يعني هيدي ما بتعدي، هي معروفه ما بتعدي.
بدأ دراسة الموضوع تنشوف إذا مزبوط. وهون أنا بدعي يعني الرئيس مجلس بحوث إنه يقلنا إذا يخبرنا الحقيقة يخبرنا إيه يحكيها بطريقة علمية يعني أكيد، لأنه لما ذكر بالمراحل ذكر إنه عدم نزول للبحر لأسباب طب صحية، هيك كان التبرير، لأنه نحكى على قصة المجرير يلي بيبقى فيها بقايا الفيروس وممكن تعدي، لأنه وين بتروح بالبحر بده يتنفس بده صح يمكن بدها تفوت دغري بالجهاز الهوائي يعني بالنخير هيدا خطرة يعني إذا كان مزبوط. بس بدنا نشوف يعني العلم شو بيقول هون، وانا مش مخول يعني احكي هيك، بس انا مثل ما اني شايفها انه منها هالقد خطر يعني يمكن كمان ما بعرف. هلا الشغله الثانيه اللي بحسناها كمان باللجنه انه اجمالا البحر منه مضبوط مثل المسابح. المسبح في رئيس مسبح، في حدا، في متناجر، في بالبحر اذا يعني محل ما فينا نروح على بحرنا بلبنان في محلات ما فيها رقيب يعني، وساعتها الناس بتتكوكب على بعضها وفي كيف انه بصير في كمان احتكاكات، مين بده يراقبهم هو انه عندك شط كبير اذا مسبح مضبوط اوكي، بس اذا مسبح يعني عام كمان صعبه اكثر. يعني هلا انتم متكلين على اصحاب المسابح هن اللي يقوموا هيدا، ولا كمان اللي حكينا عنه متكلين المتطوعين على المواطن اللبناني يكون عنده وعي، وخاصه الست مع عائلتها مثلا تنتبه على اولادها، يعني امور من هالنوع انه ما يكون في اختلاط كبير بالمسابح عم بحكي. هلا كمان ما فيك ما تفتح يعني البلد، عم نفتح كل القطاعات بدك تفتح المسابح بانتباه كمان، هذا مركز يعني فيه خطوره يعني ما في كل المحلات يمكن فيها الخطوره. وهون نرجع على موضوع المواطن، بتمنح حزيران لما تخلص التعبئه العامه رايحين على شو؟ كله موقف على الارقام يعني. انا اذا بدك برايي اذا كان الارقام سفرت ما بنستعجل نرجع نفتح كل شيء ونخلص. انا بقول كمان حتى التعبئه بتكفي جمعتين كمان بعد 8 حزيران اكيد يعني، اذا كنا مسافرين خلينا نسفر جمعتين بعد زياده تنرتاح اكثر وما نضبط ساعتها الا الناس اللي عم تجي من برا. اوكي بفهم، بس نحن اذا تاكدنا، وخاصه اهم شيء كمان وزاره الصحه اللي عم تعمله على صعيد السامبلينج عم بيصير بكل لبنان، يكون نزيد اكثر مثل ما عم يعملوا هلا كثير منيح. عم بيعملوا تقريبا شيء 1500 2000 بالنهار مش كافيين، بس نحن هذا المقدور تبعنا قدرتنا. لا قدرتنا منيحه، ايه عندهم 10 اكيبات عم بيروحوا على كل لبنان يعني منيح، بس اكيد يعطيهم الف بس كنا بنفضل اكثر اكيد يعني ينعمل اكثر، خاصه وهيك يعني بالمناطق المكتظه يلي هن اكثر شيء محل ما في نازحين ومحل ما في لاجئين فلسطينيين اكثر شيء هنيك يعني نحن الخوف. وصار في تعاون وحكي كثير مع الانروا ومع اليون اتش سي ار كمان، هن عم يعملوا شغل كمان حلو. موضوع اللي كنا عم نحكي عنه العمال الاجانب امبارح حكى فيه وزير الصحه بموضوع مجلس الاعلى للدفاع. طيب. كمان هيدا كيف بده يتم مراقبته؟ هلا كل رب عمل عنده عمال اجانب يعني عنده اذا بدك كمان هون نرجع لمسؤوليه بدنا نشوف يعني. احنا مثلا قصه ورش البناء قررنا نفتحهم، بس كمان بقضايا كثير انه منعناهم مثلا يحطون كلهم سوا بفرد بيت، لانه في ورش اجمالا عم بيكونوا بيجيبوا العمال تبعهم بحطوهم ببيت او بشيء، انه بدنا شوي يتفرقوا عن بعضهم شوي، يكونوا بالمركز ذاته احسن ما يكونوا بغير محل ويجوا ويقعدوا حدا ثاني. يعني كل هالتدابير هيدي مش مفروض يطلع اجراءات واضحه تلزم ورش اصحاب كله كله ورش او اصحاب عم بتصير بوزاره العمل كلها وعم بينعمل لكل قطاع شو لازم يعمل. حلو. وحتى النقابات هي عم تعطي كمان وعم تبين كثير تعاون بالفعل، بده يشتغلوا الاخر بدهم يفتحوا يعني. طيب دكتور، يعني هلا الناس عم تسال بتمانح حزيران شلنا التعبئه، شو يعني شلنا التعبئه؟ يعني خلص كانه ما كان في كورونا رجعنا على نفس حال البلد، ولا لا رح يضل مفرد مجبز؟ رح يضل في مراقبه. هلا مفرد مجبز والله ليك صراحه في كثير ناس انبسطوا فيها، اول شيء بالطرقات صارت نوعا ما واحد يتحرك خفت شوي العجقه وكل واحد دبر حاله بالاخر، حتى اللي عندهم اشغال انه بيجوا مع حدا ثاني يعني فيها امكانيه. مزعجي يمكن كانت على بعض الاعمال، بس بالاخر شفنا انه لا اكثر شيء شفريت التاكسي كانوا عم يشكوا بقصه مفرد ومجبز صحيح يعني. بس شفريت التاكسي ما في ياخذ معه 5 بده ياخذ معه 2 ماكسيموم يعني، هي كمان هيدي رح تضلها، هي ما فيها تروح، هيدي مش انه خلصنا. هيدي هي اللي عم بسالها بعد بعد من حزيران كمان في كل هيدي التدابير رح تقريبا. انا عم بقول لك بدها سنه يعني، هي السنه رح يضل في مراقبه، لانه والا نحن ما بدنا شيء هيك،
نرجع منهب مثل ما كانه ما عملنا شيء. بدكم هيك لبنانية قاعدين 3 اشهر بالبيت وواقفين اشغالكم، ترجع بعد شهر نرجع نبلش كانه عن جديد، كثير هينه تصير. رح ارجع اسال بعد كمان عن 8 حزيران موضوع السفر، كمان ناس عم تسال عنه، بس خلينا ننتقل مباشره لمجلس النواب الى تصريح نائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع لجنه المال والموازنه. الجهات الماليه الاخرى يلي هلا ذكرتها ومن المصرف المركزي وجمعيه المصارف وغيرهم تنزل بحدود 100,000 مليار مثلا. هذا موضوع بده علاج. كلنا حريصين على موقع لبنان وعلى قوة لبنان بالتفاوض مع أي جهة، أكانت جهة دولية أو جهة عربية أو حتى جهة محلية. بالتالي كان في توصية اقترحوها النواب على أن نوصي للحكومة ولمصرف لبنان ولجمعية المصارف أنه يوحدوا أرقام على الأقل، بيسوى يكون في خيارات متباعدة بمرحلة معينة، ولكن وقت بدنا نروح نتفاوض كيف بدنا نتفاوض بكرة مع صندوق النقد؟ إذا صندوق النقد اجتمع بكل هذه المرجعيات، وعلى فكرة ما في مرة صندوق النقد الدولي إلا ما إجا على لبنان بكل مهمة عنده إياها والتقى الجميع. طيب بده يقعد مع مصرف لبنان، بده يقعد مع المصارف، بده يقعد مع رئيس لجنة المال، بده يقعد مع وزير المالية، مع رئيس الحكومة، مع الجهات الاقتصادية. إذا هيدا اللي شفناه اليوم رح يكون هو نفسه اللي رح يشوفه صندوق النقد، بالتالي عندنا مشكلة. أقل شيء فينا نقول عندنا مشكلة. هيدا من حيث الشكل. إذا توصية لتوحيد الأرقام من الخسائر، من قراءة الأرقام هل نحن في صدد تصفية أو نحن يعني تصفية من بعد الإفلاس شو بنعمل من صفة، أو نحن لا مش مفلسين، مش رايحين على حالة إفلاسية، رايحين على إعادة هيكلة لإعادة تنمية الاقتصاد بلبنان واستعادة ثقة لجذب ودائع وإعادة تكوين الودائع في المصارف. وإذا كان في لزوم طبعا لإعادة هيكلة ساعتها بتنعمل ضمن 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 خطة بدها ترجع بحد أدنى الثقة والوضع الاقتصادي إلى حالة أفضل من اللي هو فيها اليوم. هيدا كله منه متوفر هلأ، واضح الشيء. دور المجلس النيابي مش يحل محل الحكومة، ولا دور المجلس النيابي هو يقرر محل الحكومة، ولكن دور المجلس النيابي ونحن عملناها بال2010 وقت اللي بلشنا بعملية السؤال والتدقيق بموضوع الحسابات المالية بالوزارة المال عملنا. نكتفي بهذا القدر من المؤتمر الصحفي للنائب إبراهيم كنعان ونعود إلى الحوار مع دكتور وليد خوري مرة جديدة. أهلا وسهلا فيك دكتور. لما نفتح المطارات بـ8 حزيران من وإلى لبنان؟ ما بعرف إذا رح يفتح المطارات، ماني أكيد رح يأخذ المراحل اللي تحددت. كان مفروض بـ8 هو فتح مطارات، إيه بس فيها شكوك لأنه يمكن ما تفتح بالوتيرة اللي نحن مثل معودين عليها. يعني حنضل على موضوع لبنانيين عودة مغتربين أو أي هلأ الناس اللي بدها تسافر من لبنان لبرا أوكي فيها تروح. الرجعة هي هذا الخطر على لبنان، الرجعة الرتور. هلأ الرتور إذا بالأعداد اللي عم نحكي فيها هلأ أوكي بجرف جمعتين 10,000، بس يمكن بكرة إذا فتح مزبوط بجرف جمعتين عندك بجمعة عندك 40,000. إنه الطيران رح يضل فيه وجي. هيدا ما في الأكيبات تبع وزارة الصحة ما فيها تلحق هالكم الكبير. وبعتقد كل المطارات العالم هلا بلشت يلي عم يفتحوا يعني بلشوا كمان يطلبوا انه يكون في PCR، ينعمل تيست قبل ما يروح على وينعمل حجر لكل شخص عم بيجي عليهم. يعني حسبي نحن حدا راح من هون على فرنسا بده ينحجر جمعتين، ولما يرجع يرجع ينحجر عنا كمان. اكيد يعني اذا عم نحكي هلا المبدا بالمبدا هيك، هيدي منا هيني يعني بدها تلبي كثير الطيران بالعالم مش انه بس صح. عنا يعني يمكن مش بس ترتبط فينا، ترتبط باقي الدول اللي بتفتح مطاراتها كمان شو الاجراءات اللي بدها تاخذها. تماما منا قليله. يعني انا اذا بدي اروح على فرنسا مثلا تروح انا اقعد جمعتين باوتيل او بمحل صح. محجور اكيد ما بروح، ولما ارجع كمان حقعد من هون جمعتين ولما كمان يعني منا بسيطه صح. هيدي بعد بدها كثير ترجع تفتح مزبوط. اي حتضل كمان مثل ما قلنا يمكن سنه. هلا في ناس مثلا اللي ساكنين برا اوكي رايح على بيته بينحجر ببيته جمعتين، يعني في عندك حالات، بس البزنس اللي كان يصير قبل او التوريزم هيدا كله اختفى هلا مرحليا. طب موضوع السياحه الداخليه
ممكن كمان اكيد هذه منيحه تزيد أي. يعني ما في مانع يعني بالاوتيلات بالكذا اذا كل الناس عم تنتبه على حجر الصحي مزبوط. نحن موقفين المراكز السياحيه الكبيره اللي بتستقطب عالم والاختلاط مهرجانات هذا لا مهرجانات اكيد هذه انسي وهودي الى اجر غير مسمى الحفلات الكبيره يعني هلا ما كل شيء فيه مخالطه خطره لما تنفتح النوادي والملاهي الليليه كمان بيصير في اكيد لا اكيد ما مش هتنفتح الملاهي الليليه ما بتنفتح خلص ريستورانات اوكي يعني اذا عم بيعملوا لازمين عمل يعني 50% من هيدا بلا اراجيل كمان اكيد بلا اراجيل اكيد الى كمان اجر غير مسمى بلا اراجيل نهائيا لانه في قانون اساسا بيمنع هيدا وبلا اراجيل لانه الارجيله يعني بتعرفي شو المي تبعها وكيف بتمسكها الواحد قصه يعني ما نو اكيد ففي اجراءات يعني مش مثل ما كل الناس فاهمه انه بعد منح زيران حنرجع لا 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 يعني انا ما بعرف كيف بدي احكي انه كان هذا نفس الحديث صار وقت بلشنا نفتح البلد انه خلص خلص كل شيء هون الخطوره انه شافوا اللبنانيين انه بس فتحنا شوي بلشوا بال30 و40 خطره طيب دكتور بس لاختم انا وياك هلا اذا بدنا نسمع الناس فينا نطمنهم انه نحن بعدنا بالمرحله نحن بمرحله احتواء نحن بمرحله الاحتواء بعد المرض ما تفشى حتى عم نقتله قبل ما يتفشى بس إذا ما انتبهنا كل شخص بشخصه بمسؤولية بمسؤولية لعائلته لأولاده لقرايبينه لأهله لمجتمعه إذا ما انتبه عنا مشكلة كتير كبيرة لأنه ما فينا نلحق هلا نحن عم نبني إذا بدي كل القطاع الاستشفائي صار نوعا ما جاهز لاستقبال 400 حالة حلو انتبهي كل الجهوزية كل الجهوزية ل 400 حالة بس عم نحكي 400 حالة بحاجة لجهاز تنفسي لا لا 400 حالة بالمستشفيات كلها تيقعدوا بالمستشفى الجهاز التنفسي يمكن نحن عندنا شي 120 إمكانية للكوفيد عم بحكي إنه في عندك أمراض تانية بحاجة للكوفيد هذا شيء كتير كبير إنه في شي 100 آلة لكل المستشفى إذا إجينا موجة كبيرة وخلص ما عاد فينا نلحقها عندك كيف ما كان بالألف 1500 حالة كل يوم مثل غير بلدان يعني صح نشوف هيدا التفشي وين بدك ما بتلحق بقى خلص هون ساعتها بصير في الوفاة بصير في المشاكل هلا الطابع عند الناس شوية تماما هيدي الكلمة المضبوطة بالفعل وعي وشوية انتباه ممكن نقطع هيدي المرحلة هيك بنكون اقتصادنا ماشي دورة اقتصادية طبيعية وأهم شيء بعدنا بالمرحلة الآمنة من التفشي إن شاء الله هيك يكون نحن هذا هدفنا أساسا ميرسي كتير لألك دكتور شكرا يعطيك ألف عافية على جهودكم باللجنة وجود حضرتك كمان الله يخليك وجودك كمان الإعلام أساسي أكيد أهلا وسهلا فيك إلى هنا نصل الختام شكرا وإلى اللقاء